برأيك كيف يمكن الوقوف عند سبل اغتنام هذه الفرصة الاقتصادية المهمة جدا في مرافقة ومواكبة التنمية؟ أكيد سيدي الكريم أننا حينما نتحدث عن هذه التحويلات وبغض النظر عن مآلها سواء وجهت للدعم المجتمعي أو إلى يعني الادخار أو إلى الاستثمار في العقار، يولا وقبل كل شيء صمم أنا الحقيقي لاحتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، وبالتالي فاغتنام الفرصة يمر بالأساس عبر وضع هذه العملة الصعبة تحت وإشارة الدولة المغربية وكذلك فعل الاقتصاديين المغاربة من أجل تمويل واردات المغرب. وأنتم تعلمون أن لدينا إشكال كبير في الميزان التجاري، وبالتالي فالمغرب يتوفر يتوفر على احتياطيات مريحة يعني ومطمئنة من النقد الأجنبي في تقديري، تمكن على الأقل من ضمان هامش هام فيما يتعلق بتدخل القطاع البنكي من أجل تمويل واردات المغرب والعمليات من العملة الصعبة. هذا في تقديري شيء مهم ومهم جدا، لأن هذه الواردات من العملة الصعبة والتحويلات في الحقيقة هي يعني ذات طبيعة دائمة، وديمومة هذه التحويلات تمكن من تعزيز الثقة في صلابة وصمود الاقتصاد الوطني. أما وإذا تحدثنا كما ذكرتم عن المآل، فهناك الجانب المجتمعي، لأن ضخ هذه الأموال في النسيج المجتمعي يمكن ويمثل يعني جرعة أكسجين حقيقية بالنسبة للأنسجة الاقتصادية، بحيث أنها توجه بالأساس إلى الاستهلاك وتساهم بالمحصلة في تدوير عجلة الاقتصاد يعني المغربي، وبالتالي تساهم في دعم صموده خصوصا في هذه الظروف الدقيقة. لكن اليوم إذا أردنا أن نتوجه إلى جيل جديد من الاستثمارات، وقد وضح ذلك صاحب الجلالة، ينبغي أن نتعامل مع الجالية المغربية ومع مغاربة العام كمستثمرين أو كمستثمر. وهنا يعني الجالية المغربية في الخارج لها يعني تفرد كبير، وقد ذكرتموه ذكره الضيوف الأكارم في تدخلاتهم، هو هذا التشبث وهذا يعني المنقطع النظير تجاه وطنهم، والذي سوف يمكنهم أن يصبحوا خير سفراء للمغرب من أجل جلب الاستثمارات النوعية، وكذلك الاستثمار هم كذلك لأنهم يمثلون فعلا اقتصاديين ويمثلون شركاء اقتصاديين أجانب، وبالتالي إذا تمكننا من استثمار هذه الفرصة الهائلة والهامة في تحويل هذه يعني ربما هذا التواجد المغربي بالخارج إلى فرصة أو إلى آلية دائمة ذكرها العاهل الكريم، وهي الآلية الهيكلية التي سوف تمكن من اجتلاب هذه الكفاءات واجتلاب هذه الرؤوس الأموال، سوف نتمكن من تطوير تدخل وتطوير مساهمة الجالية المغربية في الخارج، وأن لا تقتصر فقط على الجانب يعني التقليدي الذي ذكرتموه، وهو يعني الدعم المجتمعي وكذلك الاستثمار الفردي في قطاع العقار، نتوجه إلى الاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال المغاربة طيب. المقيمين بالخارج، ويعني الحصول وكذلك الدعم جلب رؤوس أموال أجنبية وشركاء أجانب. شكرا لك أستاذ مهدي فقي.